إلى علاج نفسي سريع. لذلك احنا عقدنا هذه جلسة الاستماع في ضوء جلسة الاستماع للبحث مع دور وزارة التنمية الاجتماعية في وضع السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع ضحايا الانتحار والرقابة عليها، إلى جانب عمل المؤسسات الأهلية كبرنامج غزة للصحة النفسية للتعرف على دورها في الحد من ظاهرة الانتحار. نبدأ مع سوزة سهاد مديرة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات، تحكي لنا عن وضع عمل وزارة التنمية الاجتماعية بما فيه بيت الأمان الخاص برعاية النساء المعنفات ومعالجاتها للإشكاليات المرتبطة بواقع الانتحار للنساء والفتيات من ذوات الإعاقة وبدون الإعاقة. والسؤال الثاني، الجهود التي بذلتها وزارة وبيت الأمان في توفير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية لضحايا الانتحار. يعطيك العافية أستاذة فاطمة. صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم جميعا، وشكرا لجمعية أطفالنا المرسوم على هذه الاستضافة اللطيفة. طبعا احنا بدنا نحكي شوي بس نبذة عن بيت الأمان ودور بيت الأمان في تقديم الخدمات والرعاية للنساء الناجيات من العنف. طبعا بيت الأمان مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم افتتاحها في عام 2011، وهي تقدم خدمات الإيواء والاستشارة للنساء الناجيات من العنف، سواء كان فتيات تحت سن 18 أو نساء حتى سن 60. نفسي ونخضع الفرد للعلاج النفسي، لكن نغفل عن الظروف الثانية، قد تكون ظروف اقتصادية، قد تكون ظروف أسرية هو بعيشها أو هي تعيشها، فبالتالي هنا تكمن مشكلة حقيقية في التعامل مع هذه الأمور. في هذه الجهود على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع، وتعتبر مكافحة مشكلة الانتحار أمرا هاما ومستداما يتطلب تعاونا شاملا بين مختلف الوزارات. يعني المشكلة مش مشكلة وزارة التنمية الاجتماعية أو مشكلة وزارات، لا، مشكلة بتكون على صعيد المؤسسات، سواء كانت المدنية أو سواء كانت المؤسسات الحكومية التي تعمل مع الأسر والأفراد. فبالتالي احنا بحاجة إلى أن نكثف الجهود عشان نحارب هذه المشكلة قبل أن تصبح ظاهرة. الله يعطيكم العافية. أغلب الأهالي اللي كان عندهم من ذوي الإعاقة سابوهم في بيوتهم. يمكن هذه أيامها كان فيه يعني صدى إعلامي قوي، ولكن للأسف حتى لما صار الصدى الإعلامي ولكن ما شفناش إشي على أرض الواقع. صار من 2014 لليوم، وهي الأستاذة سهاد بتحكي إنه إحنا ما عندنا موائمة من ذوي الإعاقة مناسب لهم في إطار الأمان. أنا مع بيئة الأمان 100%، وأنا أكثر من مرة عملت معهم مقابلات وكل إشي موجود، ولكن إحنا بنحكي عن فئة محتاجة دائما رعاية خاصة من ذوي الإعاقة. النقطة الثانية، لو بدنا نحكي على الانتحار، احنا اغلب الاهالي عندنا ما فيش عندهم اي وعي او تثقيف من ناحيه الانتحار. احنا عندنا الوصمه الاجتماعيه اللي بنحكي فيها دائما، اي اب او ام ما بيحكي في موضوع انه ابنه عنده اي مشكله، سواء رهاب اجتماعي او حتى قلق اجتماعي او اكتئاب او اي حزن، فيش عندهم توعي تثقيف في هذا الموضوع. في نفس الوقت انه ما بلاحظوش اهاليهم، خصوصا من سن 16 سنة إلى 29 سنة، وهي هذه أكثر فئة بيصير فيها دائما الانتحار، ما باخذوا اهتمام. وهذا ناتج لإيش؟ لأنه إحنا عندنا في صراع أسري. من ضمنه كافة الحقوق، الحق في التعليم والحق في الصحة وكافة الحقوق تندرج من ضمن الحق في الحياة. فإجا قانون العقوبات، هو المفترض قانون العقوبات يتغير، ولكن هو العقوبات المطبق عندنا هو قانون الانتداب البريطاني. اعتبر أن الانتحار هو جريمة، ولكن إحنا في وجهة نظر المجتمع، وكمان زي ما حكى الدكتور أنه غالبا الانتحار بيكون نتيجة أمراض واضطرابات نفسية داخل الشخص نفسه، فبالتالي قانون العقوبات يعتبر أنه جريمة. حكى أنه اللي بينتحر أو بيحاول انتحار هو عقوبته جنحة، تمام، واللي بيحرض شخص على الانتحار هو عقوبته جناية، بالتالي هو يسجن سجن مؤبد. ولكن دكتور سامي، النيابة العامة هي ما لحد الآن ما بتتعامل مع هذه الأمور بشكل، خلينا نحكي، قانون 100%. بتم حفظ الدعوة الجنائية، ما بتتحول الدعوة للمحاكم، لأنه بتم حفظها لأنه خلص إحنا حكينا إنه الانتحار أساسه غالباً ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية، وغالباً ظروف مختلفة ومتنوعة بتكون أو بتعرض لها الشخص هذا. فالنيابة العامة وفق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقاريرها إنه ما بتتحول أي دعوة جنائية أو أي تحريك لأي شكوى على المحاكم، بيتم حفظها في النيابة. وهذا يا أستاذ سامي ودكتورنا بدل على إنه قديش الوضع القانوني صعب، وبدل كمان على قديش إحنا لازم ننظر لهذه الحالة مش من ناحية قانونية بس،
من ناحيه اصلاحيه من قانون، مش قانون جنائي بس، ممكن يكون القانون قانون اصلاحي. بمعنى الضحيه هذه لما انا اجي احكي معها بتكون ظروفها الاقتصاديه او الاجتماعيه او النفسيه او مشتمله جميعا هي اللي دفعته للانتحار، هو مش مبرر ولكن ظروف دفعته للانتحار. شرطه وكنا باستمرار على تواصل معهم كمان، هم ايضا كمان بيعانوا زيك وزيه يعني زي الاغلبيه، لانه بيت الامان للنساء المعنفات كان شرط اساسي من بيت الامان انها ما تكون ما فيها اي اعاقه، ما يكون من ذوي الاعاقه، يعني هذا شرط اساسي كان فيهم. احنا طلبنا صوتنا على صوتهم انه يكون مكان مهيئ بجميع يعني التهيؤات انه يكون لذوي الاعاقه اذا كانت المراه المعنفه من ذوي الاعاقه. هم كنا نتلقى عبر الاتصال يعني استغاثة إنها بتتعرض لعنف من قبل أحد أفراد الأسرة أو أي أحد، فكنا تتواصل معنا مكمل. كنا نضطر إن ننزل أغلب الأحيان ننزل للمكان باسم يعني إنه باسم الشرطة يعني ووحدة الأسرة والطفولة، كنا ننزل ونروح لها على البيت نسمع منها، لكن حتى لو كانت يعني من يعني المعنفة عنف شديد فيش مكان مهيئ نحطها فيه، فيش مكان. ما هذا فهذا احنا حكينا لهم، لا وصلنا صوتنا يعني لابو عمر اللي هو الاستاذ غازي حمد انه هي في مباني هلقيتها في بنو المباني الجديده، طلبنا منهم انهم يحطوا مكان خاص يعني وائم ذوي الاعاقه يستقبلوهم يعني عندهم. فبعرفش انا يا كمال كيف التهيؤات الداخليه، ما رحنا ولا شفنا اذا يعني في. وطلبنا منهم ايضا كمان للاطفال المعنفين الصغار يعني فتيات الصغار في السن كمان طلبنا يكون موجود لهم اماكن، لانه قريه الاسو معهد الامل لهم كلهم شروط معينه. فهي كمال يعني مداخله بسيطه بخصوص كمان اللي هي دائرة الأسرة والطفولة الحاضرة في الأعمال هذا للنساء اللي طبعا المعيلات واللي وضعها صعب واللي بتعاني أساسا من ظروف اقتصادية وظروف اجتماعية صعبة، بالإضافة حيتم إنشاء مكان لذوي الهشاشة النساء اللي بيعانوا من ظروف اقتصادية صعبة لكن أنهت محكوميتها بالسجن طلعت. المهم ان هي في لها نفس خارج من المجتمع وطلعت للمجتمع ورفضها وانهت محكوميتها. الان حديثا بيتم انشاء مكان لهم على اساس يتم ايداعهم فيه، بالاضافه لمكان للاحداث اللي هم تحت سن ال 18، لانه احنا بنفس المستوى برضه بنعاني يعني بنات الاحداث اللي عندهم قضايا قانونيه، احنا في مرحله ما بنعرف وين نوديهم، بنضلها بالسجن وبيت الامان ما بنستقبلهاش نظرا لانه احنا في عندنا بروتوكول معين للاستقبال وشروط خاصه لهذا الاستقبال. لكن الان في المكان الجديد تم وائمه لذوي الاعاقه بس بشكل كيف مش زي احنا كنا بدنا، يعني اليوم الست اللي عندها ذوي اعاقه صعب انها تطلع لي على درج على الطابق اللي فوق، صعب يعني المفروض انه يكون في اسانسير، المفروض انه كان في خدمات تهيئه انه كيف تطلع بشكل سليم، يعني اول ما تم استقبال حاله من ذوي الاعاقه الحركيه لكن في برضه مش قادره تمشي بالعافيه طلعت على الدرج، طب هذا ادى برضه انها صعوبه انها تصلي.